استقبل صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وأسرة آل صباح الكرام جمعة من المواطنين والمقيمين لتقديم واجب العزاء بوفاة أمير الكويت الراحل سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمه الله وتستقبل أسرة آل صباح واجب العزاء برحيل أمير البلاد في قصر بيان في وقت تعيش فيه دولة الكويت حالة من الحزن أو حالة من الحداد تستمر لمدة أربعين يوما.